هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الجزء الاول من منتجات اولو بلاكس؟ اتكلمنا عن اولو بلاكس 3 و 6، لكن النهارده هنتكلم عن منتجين برضو حلوين جدا، هما 4 و 5. نفس الست اللي كلمتكم عنها المره اللي فاتت، الجيفت ست، فيها برضو منتجين حلوين جدا، خلينا نتكلم عنهم، اللي هما 4 و 5. ناس كتير عجبها 3 و 6 وعمل شغل جامد جدا 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 الفيديو اللي فات. فدلوقتي عندنا 4 و 5. الفور هو عبارة عن شامبو، تمام؟ هو شامبو، هتلاقوا اي منتجات هتكلم عنها هتلاقوا صورتها طالعة على الفيديو، ما تقلقوش. يعني الشامبو بتاع اولو بلاكس حلو جدا، ما بيعملش رغوه كتيره، بس هو طبعا فري اوف سلفيت، ينفع لكل انواع الشعر، ينفع للشعر المصبوغ والشعر المعالج واللي عامل بروتين وكرياتين، كل انواع الشعر. بينظف طبعا جدا جدا ومش بينشف الشعر، حبيته. بس هل هو منتج اساسي؟ لا، يعني ممكن تستغني عنه، لانه برضو نفس الحوار، 100 ملي بس، صغير وغالي. وانا بامانه لو ما كنتش جاي مع الجيفت ست ما كنتش هجيبه. دلوقتي في بقى حاجه اسمها بوند مينتيننس، مينتيننس يعني صيانه، وبوند يعني رابطه، برضو نفس الحجم ده، ممكن نعتبره هو ده الكونديشنر، كونديشنر اللي بعد الغسيل. يعني اول ما تغسلي شعرك بالشامبو وانتي لسه في الشاور بتحطي الكونديشنر عشان خاطر ايه؟ نعومه وترطيب والحاجات اللطيفه ديت. فالحلو في الكونديشنر ده برضو نفس الحكايه، ان هو بيزود الترطيب وبيقلل الهيشان والحاجات دي كلها، وبيسهل التسريح وبيقلل التشابك وكل حاجه. بس طبعا هو مش ليف ان، لازم تغسليه بالميه بس. لكن فعلا على اللونج تيرم حسيت ان هو قد ايه برضو بيساعد جدا. يعني كل الاربع برودكت اللي استخدمتهم مع بعض حسيت ان هو، عارفين اللي هو كورس علاج مكثف بامانه، يعني كورس علاج مكثف. مفيش دلوقتي خالص لا هيشان لا تقصف، وبالتالي مفيش الشعريه نفسها حاسه ان هي قويت، فالتساقط قل. يعني لان انا كنت تساقط بطريقه فظيعه، انا كنت يعني والله زي مخضوضه يا جماعه، وده اللي خلاني لازم اتحرك واشوف ايه الدنيا، يعني ليه المشكله دي بتحصل. فهكرر المنتجات دي طبعا، هكرر يعني ده اذا اساسا بطلت استخدمها، يعني ده انا هفضل اللي هو الى الابد الى الابد سمر اولو بلاكس كده يعني. لانه بقالي كتير ما استخدمتش يعني منتجات اللي هي عارفين المبهره، اللي هي فرقت جدا معايا، وانا عارفه ان انا زيكم، زي يعني ماليش خلق ان انا اقعد استخدم بالشهرين او الثلاثه، خصوصا منتجات الشعر كلها بيقول لك لازم تستخدميها كتير، فانا ما عنديش خلق ان انا استخدم كل ده، لا يعني انجز. ف حلوين جدا جدا جدا، وبجد مش قادره ابطل استخدامهم، واول ما يخلصوا لازم اكررهم. هم سعرهم انا عارفه ان هو مش يعني كده غالي شويتين، لكن يستاهلوا. يعني احنا بنشتري منتجات تانية متوسطه السعر ومفيش فايده، طيب ما احنا يعني عندنا ايه اغلى من شعرنا ان احنا نكرمه، صح؟ فعشان كده بجد ده يعني 100% شور ان هو هيعجبكم، اكيد 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 اكيد. طبعا الناس اللي بالنسبه لها سعر المنتجات ديت عاليه ممكن تستغنى عن الشامبو والكونديشنر وتكتفي بنمبر 3 ونمبر 6. وبرده كان في اسئله تانية، هل سمر طب مين الافضل 3 ولا 6؟ يعني بما ان في ناس عايزه تشتري منتج واحد بس، هقول لهم لا 3، بس 6 تحفه تحفه جدا، لانه حتى بعد ما شعرك ينشف هيفضل محتفظ برطوبته اكتر، كانك ما غسلتيش النمبر 3، لسه النعومه. في كمان حاجه فادتني جدا جدا في علاج شعري الفتره اللي فاتت، وهي الويت براش. الويت براش او في يعني انواع كتيره، بس هنتكلم عن ان هي الويت براش. في بقى من الويت براش دي براندز كتير،
تمام. فاحنا مش هنختلف على اسماء البراندز بس هنتكلم عن الويت براش. موجوده في اماكن كتيره جدا، موجوده في صيدليه بوتس، موجوده في كاريزما، موجوده في لايف ستايل جاليري اللي هو تبع جزء من سنتر بوينت، موجوده في اماكن كتير. الميزه هي الويت براش. الميزه في الويت براش ايه؟ انها مهما كان شعرك تقيل، مهما كان شعرك متشابك، مهما كان نوع شعرك، هتسلكه، بتسلك من غير متقطع الشعر، ودي حاجة ممتازة جدا يعني. في منها من غير ايد، يعني الجزء ده بس من غير الايد. ده بقى شعر الاطفال الصغيرين، هم التودلر اللي هم يعني اقل من سنتين. طبعا كل ما بيكبروا البنات كل ما الشعر بيتقل، طبعا بنات وولاد. انا بستخدمهم يعني، انا كل واحد من ولادي عنده واحدة بتاعته، طبعا لازم البينك سلمى والبلو الكريم. بس دي بتاعتي انا، بس هاتوا دايما العريضة اللي بايد، اسهل كتير في التسريح بتفيدني جدا كمان في التسريح، ما يبقى عامله حمام كريم او حتى الاولبليكس وعايزه اوزعه على الشعر. ممتازه ممتازه ممتازه، ومش بتشيل ميه جواها، ناشفه من الارض دي بعدها ناشفه، مش بتشيل ميه جواها. بصراحه ممتازه، احسن فرشه شعر استخدمتها، واحسن من الخشب، واحسن من الحاجات كلها اللي انتوا بتحبوها اللي هي بتاعه بودي شوب دي، بجد ما عجبتنيش خالص. فديت A1. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. اي اسئله مش هننسى في الكومنتات عشان خاطر تبقى اسهل بالنسبه لي على ان انا احصرها واجاوب عليها كلها وما انساهاش. بحبكم جدا، باي.